النسخة الثالثة دائما نؤكد الحضور في كل نسخة. صراحة في لغة القانونيين عندما يصيب المشرع في نص ما أو مادة ما نقول أحسن المشرع صنعا، فالوزارة الوصية على هذا العرس الثقافي أحسنت صنعا بتنظيم هذه التظاهرة الثقافية، وهي مشكورة في شخص الوزير الوصي. كذلك من بين العناوين اللي كتكون عندنا كل سنة، فمن كل فن نحب أن كنخلطوا زعما العناوين، كنخلطوا من كل فن طرب، ما بين هو ثقافي، ما بين سياسي، ما بين تاريخي، ما بين الرواية. من بين الأمور اللي كيبغي الإنسان يشارك فيها هو في المعرض الثقافي، لأن الأجواء ديما كتختلف على المعرض الدولي اللي كان يقام بمدينة الدار البيضاء. هنا من ناحية التنظيم، من ناحية البنية التحتية أحسن من النسخ السابقة اللي دازوا في كازا، ونحن دائما سعداء بالتواجد هنا ضمن هذه التظاهرة هذه. بالنسبة لحضور اتحاد الناشرين التونسيين في معرض المعارض الدولية في المغرب، هو حضور دائم ومستمر باعتبار أنها تجمعنا اتفاقية تعاون وتعاون ثقافي بين البلدين، حيث يتم منح فضاء للمغاربة في تونس ونفس العملية في المغرب، وهذا ما يتيح لنا تمثيل مجموعة من دور النشر الغير قادرة على أخذ مكان هنا في معرض الرباط. ولا تفوتني هنا الإشارة إلى أن أشير إلى أننا نطلب من إدارة معرض الرباط أن تخصص أجنحة إضافية للناشرين التونسيين، لأن هذه السنة سجلنا أن عدد من الناشرين التونسيين لم يتحصلوا على أجنحة هنا رغم تقدمهم بطلبات في الوقت المناسب، وهذه فرصة لأقدم هذا الطلب للهيئة الإدارية لما تكتسيه العلاقة الثقافية المغربية التونسية من تلاقح كبير ومن اهتمام جمهور القراء سواء التونسيين أو المغاربة بمنتجات البلدين، ولما يجمعنا من تاريخ مشترك انطلاقا من فاطمة القروية بنية فاس إلى الآن إلى العهد الحفصي، والكثير من التاريخ يجمعنا. يجب أن نشتغل على هذا التاريخ لكي نوطد هذه العلاقة الثقافية بين البلدين بأكثر حضور ممكن. دار نون تعتبر المشاركة الأولى لها، لكن أنا كوكيل عنها من دار كتوبيا. إحنا موجود معنا هنا في الدار إصدارات دار كتوبيا وإصدارات دار نون وإصدارات دار الكنزي وإصدارات دار تشكيل، كلنا في جناح دار نون. المشاركة أو وجودي في معرض الرباط يعتبر للمرة الخامسة. أنا كنت باجي المعرض أيام ما كان في كازابلانكا، ودي المشاركة الثانية ليا في الرباط. الحقيقة المعرض جميل جدا، احنا يعني النهاردة اليوم الأول، مستمتعين جدا بالأجواء وبالتنظيم، تنظيم رائع الحقيقة، وإدارة المعرض وفرت كل الأشياء للجمهور، وفرت كل الأشياء للناشرين، وإن شاء الله تكون دورة استثنائية وناجحة بإذن الله. هو الحقيقة احنا يعني بنحب المغرب جدا، وكنا دايما بنيجي حتى في غير وقت المعرض، ودايما تجربة المعرض بالنسبة لنا بتكون تجربة جيدة، وبتكون تعرف على يعني فئات مختلفة من القراء من كل المدن، بنتعرف على قراء من الشمال، من الجنوب، من الوسط، فالحقيقة بتبقى تجربة ممتعة جدا، واحنا يعني عندنا حتى تواصل جيد مع ما بيننا وما بين القراء في المغرب. حقيقة هاي المشاركة الثانية ان لمعرض الرباط الدولي، احنا واربع دور نشر من العراق. معرض الرباط من المعارض المهمة ليس فقط على سبيل الكتب، إنما هي فرصة للناشرين أن يحصلوا على كتب ومؤلفات من المغرب العربي. بشكل عام معرض الكتاب هو تلاقح ثقافات، يعني أنا أحمل ثقافات العراق وكتب عراقية وأجلبها إلى المغرب العربي، هذه ترفت الجامعات والكليات والدراسات العليا. فرصة طيبة أن نكون بمعرض الرباط لأهميته. إحنا في اليوم الأول ومتأملين أن يكون إقبال وحضور جيد، أيضا مجموعة من الإصدارات الجديدة التي ستكون حصرا بمعرض الرباط في دار سطور، تقريبا 15 إصدار جديد لدار سطور، كتب فلسفية وكتب سياسية وكتب أدبية تكون حاضرة. أيضا خصصنا للقارئ المغربي 40% خصم على كل المطبوعات داخل دار سطور. حقيقة كل معرض الرباط يكون عليه تصارع بالناشرين للحضور،
ليس فقط على سبيل الكتاب، إنما الجو الثقافي الذي يسود المغرب بشكل عام. الآن أتحدث عن نفسي شخصيا، أنا في معرض الرباط أشعر بقيمة كتابي، لأن القارئ اللي الموجود قارئ مهتم بكتب الفلسفة والدراسات، قارئ غير عادي، ويجب أن يكون في كتب غير عادية للناشر.